ومن مسائل الصوم أن المرأة لو كانت حائضة ثم قبل طلوع الفجر الثاني يعني قبل أذان الفجر طهرت، رأت الطهر، هنا ماذا يقال لها؟ يقال لها تسحري واقترني الوقت في السحور، ثم ولو بعد أذان الفجر اغتسلي، ليس هناك أثر في فصل الصيام عن الاغتسال، ليس هناك أثر. ولذلك لو أن الإنسان أصابته جنابة أو جامع زوجته في أول الليل ثم نام، فلما استيقظ لم يبقى على طلوع الفجر إلا الشيء القليل، فيقال له تسح وكل مما أباح الله عز وجل لك، ثم إذا فرغت ولو طلع الفجر ولو أذن للفجر تغتسل، ولا يؤثر هذا على صومك.